قال انتخابات نزيهة قال في المزاريطة. ماشي يا ابن الحجة فوكس. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. الواد كأنه مخاوي المزاع. مبسوط، هذه آخرة العقد. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده فلينه. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينه. اللي ما لجوني بيه اعطاني تنين. جنيه ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينه دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكوا اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا حيتاخر. امسكوا السلك عريان. انت يا اشرف اللي كنت براهن عليك خيبت املي فيك. امسك السلك يا اشرف. سامحنا يا كبير. خلاص يا كبير، اخر مره كبير. جزره وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوت معادي عشان خاطر في الليلة. امسك السلك يا اشرف والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير حمسكه حمسكه. لا فيه السلك هاي. يا رجال بس يا جهبل انت، خلينا نعرف نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني يا اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد وهم ما يصدقوا حد يديهم، فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه. قوم احنا بقيه نسكتوا يسيبوه يبرطع. لا احنا لازم نضربه وضربتنا هتكون قوية. عبد الله اهدي بالله ما شاء الله. أسرة سعيدة. عندك عيال؟ عيل واحد كبير. اهدي صح. وزاع امر جنابك. استمارة. تفضل. شوف يا سيد ابوك. ايوه. هتحط الصح في خانة الكبير ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصح في خانة جوني يبقى مش هتشوفه تاني. احب على قدك يا كبير. احب على قدك يا كبير. اشرف. قوم يا كبير. هات الواد. احب على قدك يا كبير. احب على قدك يا كبير. لو سمحت انت من طريقي ليه يا ابني؟ الزهر عشان اعمل حادثه يا عيني برضو اكيد يعني مقصره في نفسي. اوه لو سمحت ممكن يكون راكب عارف نفس العجله ما تضمنش. ايه ده هو اهل البلد كلهم متخشمين. ايه ده بص عامل ازاي؟ لو سمحت سيلفو بلي. مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين كابتن؟ مين الحمار اللي عامل كده في صوري؟ تعال هنا. في ايه؟ هدرس بليز. تعال هنا. في ايه؟ كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير يا سيدوني دور الضرب ولفت رف اهل البلد عشان نرشحه. اوه حاسب ايدك. قلت لك اهبل عشان نرشحه في الانتخابات ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت عمل لكم كارت ارهاب مشاكوا زي ما هو عاوز زي الحمامير وكلكوا خفتوا وقبلتوا. انا ما قبلتش. مش ممكن اقبل. انا بقولها لكم اهو tomorrow morning 9:00 AM عشان ما حدش يقول لي PM وكلام الفاضي ده. واقفه احتجاجيه قدام الدوار. We hate you. We hate you. We hate you. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتملى بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي تعالى. We يعني احنا.
هيت بنكره يو يعني انت تكرهونني ابل انت يعني هو ما علينا قول ورايا وخلاص وي هيت يو وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو الساعة كام دلوقتي؟ 10:30 انا مش قلت 9 واكدت في السوق اي ام عشان ما حدش يتاخر ايوه واضح ان في مشكله كبيره جدا في البلد دي في موضوع المواعيد اهو اهو طلع طلع يا بوي يا بوي يا بوي شوف شوف يعني ما طلعش اهبل بس طلع اهبل وجبان كمان طب هنعمل ايه دلوقتي احنا ناقصنا واحد مش مهم احنا لازم نكمل المشوار تراست مي اوكي وي هيت يو وي هيت يو انت كنت فاكر انك هتكسبني في ارضي يا ابني المزاريطه دي كلها في يدي انا اديتك تشانس جامده جدي وانت طلعت ما تستاهلهاش على فكره بقى انا هرجع في كلامي لا في انتخابات ولا اي حاجه وانا هبقى العمده وش شوف يا ود الناس الراجل عندنا هنا اتربت من لسانه يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بك من اساسه يا ابن اللعيبه يعني انت بتدخل لي من طب ده فير ده اسمه عدل انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء يبقى انت كده كسبت هو كده ده اخر كلام عندك هو ده اللي عندي واخرك اعمله لا هعمل من ناحيه هعمل هعمل ويا ما عملت قبل كده انت راح فين راح فين هعمل هعمل ايه هعمل من ناحيه هعمل اتفضل اعمل بقى اهدى يا كبير خوتني انا اجيب الحكومه انا قاعد في الدار مكتب كيف النسوين ما عرفش امارس خطط الانتخابيه ما هتنفعش الخطه دي بعد ما الحكومه اندلت والناس اللي كانت خايفه مش هتخاف تاني وهي الحكومه قاعده لنا بس نخلص الانتخابات وانا عاود امرمط سلسفيل اللي جابوهم طب ما هي الناس عارفه كده وممكن يكسبوها عشان يتقوا شرك يكسبوا مين يا ولي اهدى بس يا كبير مفيش قدامنا غير صرفة واحدة هي ايه يا فلحوصة؟ أنا قلنك أحبائي فلذات أكبادي أهلي أنا خابر زين إنكم زحلانين مني واخدين على خطركم بس أنا جايبكم النهاردة عشان أحب على راسكم وأقولكم كلمة واحدة معلش أنا آسف كل بني آدم خطاء وانا قسمتي عليك ودي من عشمي كيف ضرب الاب لولده العموم انا ما عدتش اعمل كده تاني خالص جزر وقطمها جحش قصروا انا جايبكم النهارده عشان اقولكم حاجه مهمه قوي هي 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 ما لكش صالح واصل ما حدش يمشي بعد الوقت لسه عندله الساقع وبعدين الحلو كمان يعني هو حبك الوكل يعني وانا بتكلم وكنا استنينا بعد ما تكلم يطفحوا انا ما عاوزهمش يسمعوك واصل انا عاوزاهم ياكلوا اطعم الفم تستحي العين رايح فين يا جاموسه انت وهو رايح فين يا جاموسه انت يا عم انت وين يا يا طبازي انا عارفك وعارف بيتك يا مين بالله انا اجيبك وانفخك جوني شهرته في أمريكا بيك هارت القلب الكبير اتولد جوني وعاش حياته في ضواحي هارلم وسط الفقراء والمطحونين وعلشان كده بيحبهم
وبيحس بيهم. محلية وعالمية مما جعل شخصية مشهورة ومحبوبة من قبل الجمهور الأمريكي، وده اللي ساعده على دخوله عالم السينما. لم يكتفي جوني بإنجازاته الفنية والرياضية، بل كانت له مواقف سياسية غيرت مجرى التاريخ في العالم. وأخذ جوني يتنقل من نجاح إلى نجاح، حتى قرر أن يعود إلى مسقط رأسه المزاريطة وسط أهله وناسه. أهل المزاريطة طيبين؟ أهلي، ما أنا مزروط زيكم. أنا بجد في الفترة البسيطة اللي عشتها معاكم دي اكتشفت إن إحنا عندنا طاقة بشرية جامدة جدي، وإن إحنا عندنا رياضيين، فنانين، مفكرين، منافسين، مهندسين. لكن للأسف المواهب دي مدفونة ومحتاجة اللي يطلعها، وإحنا هدفنا ان احنا نطلع المواهب دي وننميها وننافس بيها العالم كله. يا جماعه انتوا لايك المحاره، عارفين المحاره؟ بتبقى في قاع البحر متعاصف في الطين، والسمك اللي رايح واللي جاي بيعمل حاجات عليها، حتى الترسه بتعمل عليها حاجات، بس جواها في لؤلؤه. جواكوا كلكوا لؤلؤات. انت يا حاجه تحت القمطه دي في لؤلؤه، وانت تحت العمه دي في لؤلؤه. أنا مهمتي أطلع اللؤلؤات دي كلها منكم. مفيش لؤلؤة فيكم مش هتطلع، تراست مي. إحنا عايزين نبدأ مع بعض عهد مزاريطي جديد. Ladies and gentlemen, let's party. It's shut up! لك يا عمد الله يا عمد، جبت الأول؟ أنا إزاي أنا من اللي مجرى؟ الله أنا نازل وعصر. ما نزلتش أنا، مانيش نازل أنا. بتعمل ايه عندك يا دحش انت؟ انزل ارض سطوح مهوره. بقول لك اما نزلش يعني ما نزلش. يا اللي هتبوظ الكرانيش يا حسبي الله ونعم الوكيل. طلاق ثلاثة ماني نازل. انزل هات لنفخك. الله حرام عليك يا الله، الله حرام عليك يا الله. او ماي جاد، انا عندي فوبيا المرتفعات اصلا. وهات ايدك يا عباده. ما تحاولش يا جوني، انا هفوت، انا هفوت. اوكي اسمعني وبعد كده فوت. لا 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 اسمع بس، اسمع. على فكره اسمها النط مش فوت، ده خطا في السبيلنج. انا هنط، انا هنط. طب اسمعني، ايه اللي هيخليك تعمل خطوه مجنونه زي دي؟ العيشه بقي الضنك يا جوني. العيال عاوزه دروس وعايزه فلوس وعاوزه مدارس، والمره ما مبطلهاش طلبات. حتى امي قاعده معانا ومش عاوزه تفارق، وكاتمه على نفسنا والبيت ضيق. طب اعمل ايه انا يعني؟ ده انا مانيش لاقي حتى رغيف العيش الحاف اكله. خلاص يا عباده، خلاص انا كده انا حرمي نفسي يا اخي. بس على فكره موضوع رغيف العيش ده معاك حق فيه. ايوه، من ساعه ما جيت البلد يجيبوا لي حاجات غريبه ويقولوا لي ده عيش. بس على فكره مشكلتي الغذاء دي مشكلة عالمية، ما بقتش مشكلة بلدكم بس. انت عارف ان في امريكا اكبر نسبة سمنة في العالم؟ الفاست فود يا معلم، الفاست فود. احدث التقارير الطبية بتقول ان الفاست فود خطير موت على البشرة الدهنية. انت بشرتك دهنية يا عبدة؟ ايه؟ مش مهم. انت عارف انا اخر مرة كنت بتمرن فيها عند ارنولد في الجيم بتاعه في امريكا، قال لي جوني فوكك من الفاست فود، ده مدر جدي. هيقول الارنوند ومش ارنوند ارنوند يكونش بتاع الجهنمي والمدمر. انا ما اعرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا، بس هو عمل ترمينيتور. حب على قدك يا سيدي. بس يا ابن المكتوب، حب على قدك يا سيدي. شغلني عند سعدي في الجيم. اوعى يا عم اوعى، هتوقعنا ولا هنروح امريكا ولا نشتغل عنده.
الراحة كده وهوديك ليه وهيشغلك هناك، بس تعالى معايا واحدة واحدة. يلا يلا استنى وما تتجننش، مش عايز أفورة. ثانية واحدة، تعال يلا يا ابوي على المرار الطافح. العمودية راحت وودي الفرطوس دي بقي بطل الأبطال قدام أهل البلد، وأنا بقيت الجر. اكده الناس هتروح تصوت له. صوتوا عليه بدري، أنا لازم أتصرف. تتصرف كيف يا كبير؟ الانتخابات بكرة خلاص ما بيجيش لها صرفة. لا ليه؟ هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. I swear انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخرج بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصور مع نفسك فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب قول لنا ورانا ايه. اوكي الساعه 10 هنروح عند ابو حماده البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعه 12 هنروح نزور مدرسه المزاريطه الابتدائيه. الساعه 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات، ما هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله، ليتس جو ليتس جو. الوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده قديله اكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفة لا يجرى له حاجة. والنبي تخش له، ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليلة. So cute. تبتلك احسن فرصة في الناحية كلاتها، فرصة ليك بالعمدة الدديد. لا 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 لا، ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، دموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت؟ من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بقى تعالى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، ياما دكة اتهرست بول. لا هتقعد كأنك في ميتم. خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. يقول لي اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير، الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميك ولا عليك، قلت لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاجئه من عمودية كمان. يسيبك كده
لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحريم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي، زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوبة ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري حتى الصميم، فاهمني؟ انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحة يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن نعمله ارابيسك. مش غريبة شوية؟ غريبة شوية ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شوية، مش ممكن، قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجلة. جلة؟ او طعمية، واتيفر يعني، اي حاجة، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدرة عايمة في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمة انت وهو؟ هم الاتمثال يا ولد؟ اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. لا تفهمني ولا نيلة. لم المقاطيع دول واطلع يا اما اعتقكم بالنار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليا نص الدوار ده بالظبط، سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري وير. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا ملاديع يا ولاد الملاديع. يا رجالة احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدأ من هنا الدوار الكبير اللي ما حدش هيقدر يهوب نواحيه واصل، مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت. احنا هنضربه، وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال، يعني ايه هفهمها كده؟ يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك، انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعرك. ادرس بص انا بحبك عشان كده. بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليمي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق، لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقول. يا مرحب يا مرحب يا القطقوطه الشقره. ام عيبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي، ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مرة؟ ليت مي جاس، الكبير؟ ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون، هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه، وارشها لك سكر وادخلها لك الفرن، وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده تقصد ايه، بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيليه. ما انت عيل فرفور اصلك، اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس، عينيك عليها ما تفرقهاش، ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا، ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه، ويحط عليها سكر ويدخلها جوه المايكروويف، ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اقول ممسك العموديه يعني احبس اخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل ايه؟ مش عارف، بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيط ده. عندي يا سيدوني. عندي واحدة كفاية.
والله العظيم ما في اهدى من دورنا، وان ما شلتكش الارض نشيلوك فوق حباب عينيني. ها يا جوني، فكرت هنعمل ايه؟ ود فكرت هنعمل ايه؟ سامع كويس، فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. يا سيدوني كله تمام، هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين على باب المطبخ، واحد على باب الزريبة، وانت يا اشرف عمري يا كبير عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. عمسكك السلك يا عريان. لا بلاش سلك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين، لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير، ملازمها كيف ما امرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما. امال ايه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفكي لي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع، ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست اشلي، لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك، مش عايزني ادلعك؟ فيزو. بلا ما اخده يا ست شلي. ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد، كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست شلي. شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عينيا الجوز. تفضل يا ست شلي. ميرسي. ايه ده، بص العصفوره؟ فين؟ وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبيه. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيني يا عم؟ الزفت اللي على دماغك ده ايه يا هدرس ده؟ اوعى توماس. انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور؟ مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي، وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه، لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على الشقه بالله، نظبط ساعتنا على ساعه الصفر 3 ام. لعبه افلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم. لحظه عمر. 48 ساعه في اسرائيل. طب ايه عايز تقول؟ ايه عايز تقول؟ ما عايز ساعه اظبطها من الاساس. ايه يا جماعه ده؟ احنا بنلعب واختي بتموت جوه يا جوني. خلاص اشلي بتموت. خلاص توماس. اشلي يا حبيبتي يا اشلي، يا ترى نايمه ولا صاحيه؟ توماس عايشه ولا ميته؟ اوف لاين ولا اون لاين؟ اشلي يا حبيبتي يا اشلي. اشلي يا جماعه في عقبه كبيره قوي ما كناش مفكرين فيها. ايه هنعمل ايه في السور الهيوج ده؟ لا انا جات لي فكره. دي برضو مهما كان اختي. عايز اروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف. لا يا جوني انت مش فاهم. تعالى كده. ها ده بقى بتاع المهمات الخاصة، يتعمل كده. اجرب انا اجرب اجرب. ايوه احنا في مولد هنا، اقعد هنا، مش ناقصة متخلفين وهبل. دو جوني. استعدنا على الشقة بالله. Thank you.
ابوي يا ابوي هنطاكيه don't panic don't panic هنعرف نعملها trust me we can do it انا خايف انا خايف ما تخافش ما تخافش trust me يعني يعني ثق فيا بجد هنعرف نعملها بص يا سيدوني روح انت وسيبني ما اقدرش يا هدرس ما اقدرش الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا بص في عينيا بص في عينيا 1 2 3 الحمد لله الحمد لله او ماي جاد هدرس ام بليدنج يبقى لازم نطهر الجرح لا 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 ده قدري انا هستنى هنا كمل لوحدك انت المشوار وبليز ابقى احكي للناس حكايتي لا الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهو سوا بص لي في عيني بص لي في عيني ايه انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي انت قلود قوي مش ممكن دي شافوه استناني انا وانا هطلع فوق لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لما في موسم التزاوج اوكي كده جوني بيموت جوني بيموت جوني خطوة عزيزة يا عمدة يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني اسكت ساكت ده انت وجعتك مربرب يا ولد ابوي اوعى تتهور اوعى تتهور انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه هتعمل وانت لساتك هتعمل ما انت عملت يا سنيور وانت تهدمت علي في داري والله وقعت ولا حد سمع عليك ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي Are you crazy انت هتذبحني اذبحك ده انا هذبحك وانفخك واسلخك حي واقطعك قطيع واحبك في سكاير سمنت وسخه ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير اي حركه هنضرب في المليان مفيش داعي للمقاومه مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري كذاب ما صدقوش حضره الضابط حتى سال جوني ايوه دول كانوا خاطفيني اثر هنا صحيح الكلام ده مستر جوني يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا ده كان فيلم كنا عاملينه أنا وهو على توماس وأشلي عشان يعيشوا جو الأكشن أفهم من كده بقى إن مفيش مشاكل وإن أنتم متفقين طبعاً متفقين ولا إيه يا كوكي اكده يا جوني اكده يا حضرة العمده